فيديو النهاردة هنتكلم عن الجميلة دنيا سمير غانم، وهنشوف إجابة دنيا على السؤال الأهم، ليه حرمتي الشغل مع أحمد مكي؟ هنعرف إجابة دنيا غير المتوقعة. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا عشان كل جديد يجيلك لحد عندك. جدل كبير حصل على السوشيال ميديا في الكام يوم اللي فاتوا بعد طرح برومو مسلسل الكبير قوي الجزء السادس، وتفاجئ الجميع ان دنيا سمير غانم مش في المسلسل، وده لان دنيا قدمت مع احمد مكي ثنائي ناجح جدا في كل اجزاء المسلسل اللي فاتت، وتم اختيار الفنانه رحمه احمد عشان تقدم دور هديه في المسلسل بدل دنيا سمير غانم، وده خلى الجمهور في حيره. هل دنيا سمير غانم حرمت الشغل مع احمد مكي؟ ولو اجابه لا، طب ليه ما عملتش دور هديه زي الاربع اجزاء اللي فاتوا اللي حققوا نجاح كبير قوي؟ وهنا قال المؤلف المسلسل مصطفى صقر ان مفيش اي لوم على دنيا سمير غانم بسبب عدم مشاركتها في المسلسل المره دي، وقال ان دنيا قالت له انها مش بتحب تكرار نفسها ومش بتحب تعمل دور عملته قبل كده او حتى يكون شبه دور عملته قبل كده، وانها اكتفت بالاربع اجزاء اللي قدمتهم في مسلسل الكبير قوي. وقال المؤلف انها فنانه كبيره ومن حقها تختار الدور اللي يناسبها، وان دنيا لما اعتذرت المره اللي فاتت عن عدم مشاركتها في الجزء الخامس قالت ان سبب اعتذارها هو دافع حبها للتغيير بشكل مستمر. والحقيقه الكلام ده بيوضح كذب الاشاعه السخيفه اللي طلعت من ساعه الاعلان عن الجزء السادس من الكبير قوي، وهي ان دنيا سمير غانم حرمت الشغل بشكل نهائي مع احمد مكي بسبب خلافات حصلت بينهم في كواليس اخر عمل جمعهم ببعض، وان سبب اعتذار دنيا سمير غانم عن المشاركه في مسلسل الكبير قوي في دور هديه، وده لانها مش بتحب تكرار نفسها او تقدم دور فيه شبه من دور قدمته قبل كده، وان مفيش بينها وبين مكي اي خلاف زي ما الاشاعه دي كانت بتقول، وان اكيد لو جالها دور جديد في عمل جديد مع احمد مكي وشافت انه هيكون مناسب ليها اكيد هتقدمه وهتشارك فيه. الفكره في الدور اللي بيتعرض عليها مش علشان في خلافات زي ما كان بيتقال، حتى دنيا نفسها قالت قبل كده انها بتعتبر مسلسل الكبير قوي من اهم الاعمال الناجحه في مشوارها الفني، وقالت بالنص قدمت اربع اجزاء من مسلسل الكبير قوي وحسيت خلال العمل اني زهقت وحابه اقدم حاجه تانيه غير هديه لاني بحب التغيير في الادوار ومحتاجه اعمل ادوار تانيه على الساحه الفنيه. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.